صرح معالي وزير شؤون الديوان الأمير الشيخ ناصر صباح الأحمد للجابر الصباح بما يلي: يتقدم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بوافر الشكر وعظيم التقدير لأخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، ولمعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ولسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، ولإخوانه الشيوخ، ولمعالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، ولسمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، ولسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ول إخوانه الوزراء، وللسادة أعضاء مجلس الأمة، ولكافة إخوانه وأبنائه المواطنين الكرام، وللمقيمين على أرض الوطن العزيز على اطمئنانهم جميعا على صحة سموه وعلى ما عبروا عنه من طيب المشاعر وخالص التمنيات وصادق الدعاء إثر نزلة البرد التي ألمت بسموه، سائلا سموه المولى جل وعلا أن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار.